أهلا وسهلا بكم متابعي قناة وطن ديزاد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في أخبار الجزائر اليوم، ومع امتحان شهادة البكالوريا وفي حادثة تعد الأولى من نوعها يقوم بها تلميذ أثناء الامتحان، حيث قام هذا التلميذ بطلب غريب وخاص من الأستاذ، وذلك بالكتابة على ورقة الامتحان، حيث كتب قائلا: أرجوك يا أستاذ، أعلم بأنني غامرت بكتابة هذا الطلب على ورقة الامتحان، لكن أرجوك، هذه هي السنة الأخيرة لي، أريد فقط 6 نقاط لاجتياز هذه السنة الدراسية، أقسم بأنني سأبقى أدعو لك طيلة حياتي، لقد بذلت كل جهدي هذه السنة للمراجعة، لأنني ندمت على السنوات الماضية، لذلك أرجوك يا أستاذ، سأبقى أدعو لك طيلة حياتي. كانت هذه هي الرسالة التي كتبها هذا التلميذ، لكن من وجهة نظرك أنت عزيزي المشاهد، كيف تعتبر هذا السلوك؟ هل أنت في صف التلميذ أم في صف الذين يعتبرون أن هذا أمر خاطئ؟ شاركنا في التعليقات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.